ثروة 10 مصريين تعادل نصف احتياطي الأجنبي لمصر. تمتلك مصر العديد من رجال الأعمال المتميزين في التجارة والبناء، وتبلغ ثروة هؤلاء الأثرياء 21.9 مليار دولار، أي ما يعادل نصف احتياطي مصر الأجنبي الذي يبلغ 44.25 مليار دولار. وقفزت ثروات رجال الأعمال المصريين عند إجراء حصر لصافي الأصول المملوكة لهم بالجنيه المصري، حيث جاءت الثروة المجمعة لأغنى 10 أشخاص في مصر بنحو 390 مليار جنيه، 21.9 مليار دولار. وتأتي عائلة سيويرس على رأس القائمة، والتي تمتلك ثروة مجمعة تصل إلى نحو 207 مليارات جنيه. ثم تأتي عائلة منصور بثلاث مراكز بإجمالي ثروة تقدر بنحو 98.5 مليار جنيه. أولاً، رجل الأعمال المصري ناصف سيويرس، مؤسس شركة أوراسكوم العاملة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء، بحجم أصول وصافي ثروة بلغت نحو 5.6 مليار دولار، ما يعادل نحو 98.5 مليار جنيه. ثانياً، رجل الأعمال نجيب سويرس، الذي يميل إلى العمل السياسي ومؤسس حزب المصريين الأحرار، ومجموعة شركات أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا بحجم ثروة يقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعادل 70.4 مليار جنيه. ثالثاً، وزير النقد المصري الأسبق محمد لطفي منصور ب2.7 مليار دولار، ما يعادل 47.52 مليار جنيه، وهو رئيس مجموعة شركات منصور العاملة في مجالات أعمال متعددة، أبرزها وكالات السيارات والمطاعم وسلاسل بيع التجزئة. رابعاً، رجل الأعمال المصري فايز صاروفيم، المهاجر والمقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية بحجم ثروة يقدر بنحو 2 مليار دولار، ما يعادل نحو 35.2 مليار جنيه. خامساً، رجل الأعمال المصري المقيم في بريطانيا محمد الفايد، بثروة تقدر بواحد 1.9 مليار دولار، ما يعادل 33.44 مليار جنيه. سادساً، رجل الأعمال ياسين منصور بثروة تقدر بواحد 1.8 مليار دولار، ما يعادل 31.68 مليار جنيه، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري في مصر. سابعاً، رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأب لثلاثي عائلة ساويرس ناصيف ونجيب وسميح، بحجم ثروة يقدر بواحد 1.2 مليار دولار، ما يعادل 21.12 مليار جنيه. ثامناً، رجل الأعمال يوسف منصور بثروة تقدر بواحد 1.1 مليار دولار، ما يعادل 19.36 مليار جنيه، ويركز استثماراته على قطاع تجارة التجزئة الذي يعد أحد محركات النشاط الاقتصادي في مصر. تاسعاً، المستثمر السياحي الشهير سميح سويرس، ومالك مجموعة شركات أوراسكوم للفنادق والتنمية بحجم ثروة يقدر بنحو 1 مليار دولار، أي ما يعادل 17.6 مليار جنيه، والمعروف بأنه مؤسس مدينة الجونة. عاشراً، رجل الأعمال محمد شفيق جبر، بحجم ثروة يقدر بنحو 900 مليون دولار، ما يعادل 15.8 مليار جنيه. وختام العزيز المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومتابعة صفحة فيديو عين مصر.